المايسترو، واحد من أصحاب البصمات اللي مش ممكن أبدا ينساها كل محب وعاشق لكيان النادي الأهلي. احنا بنتكلم على رحلة نجاح طويلة جدا وممتدة جدا على أكثر من مستوى، بدأها صالح بنجومية وتألق شديد جدا قدر من خلاله أنه يحوز على إعجاب كل مشجع ومنتمي للنادي الأهلي، وختامها الحقيقة بوضع بصمة مهمة جدا في مشوار رئاسة النادي الأهلي، الكيان الأكبر على مستوى مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية. فترتين تولى فيهم صالح المسؤولية كانوا النموذج، وترفع فيهم شعارات كتير جدا، يمكن يكون أهمها شعار عايش ومكمل لغاية النهاردة: الأهلي فوق الجميع. فكرة انتصار صالح لمبادئ وقيم وأخلاقيات النادي الأهلي كانت شعار رئيسي في المرحلتين أو في الفترتين اللي تولى فيهم الرئاسة، والمواقف الحقيقة كتير، لكن الحكاية تبتدي من عشرات السنين. والنهاردة الحقيقة في حلقة مخصصينها بنفتكر فيها المايسترو صالح سليم، هيكون ليها لقاء مع دكتور طه الطوخي، واحد من رموز ونجوم النادي الأهلي اللي حقق الحقيقة عدد كبير جدا من البصمات على مدار مشوار برضو طويل أعتقد ولا يقل نجاح الحقيقة عن مشوار المايسترو صالح سليم على مستوى النادي الأهلي اللي لعب فيه أو بدأ فيه حياته لاعب ثم مدرب، وانتقل الحقيقة في مشوار طويل جدا لتدريب عدد كبير جدا من فرق المنتخبات الناشئين والأندية جوه مصر وبره مصر، وقدر يحقق معاهم نجاحات. الأهم واللي هنركز عليه النهاردة مشوار ورحلة صداقة استمرت مع كابتن صالح سليم. وبالمناسبة كابتن طه الطوخي ابتدى حياته لاعب في نفس الفريق مع صالح، وبعد كده قام هو شخصيا بتدريبه. أهلا بيك يا كابتن طه، منورنا في السادسة وعلى شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك وإن شاء الله كده بالتوفيق دايما إن شاء الله، ودي حاجة يعني بعتز بيها جدا جدا طبعا، وبعتبرها شهادة من ضمن الشهادات أو من أهم الشهادات اللي الواحد حصل عليها، إن أنا أكون مدرب في وقت للكابتن صالح سليم. أنا بشكرك طبعا على تشريفك لينا، وأسفين جدا تعبناك إنك يعني تكون موجود معانا على الهواء، بس في يوم زي ده كان مهم إن حضرتك تكون موجود معانا وإحنا بنحتفل بذكرى صالح سليم، واحد من أهم الأسماء اللي ارتبطت بكيان النادي الأهلي. ده شرف كبير ليا طبعا إن أنا أجي في يعني في مناسبة زي دي بالذات يعني، وأنا اللي بشكركم طبعا على إن يعني افتكرتوني وإن أنا أجي أحضر في ذكرى الكابتن صالح سليم. ده شرف لينا يا دكتور طبعا. خلينا بس نبدا من حضرتك، يعني مسيره عظيمه مع النادي الاهلي، يعني ممكن تقول لنا ايه ابرز المحطات كده فيها؟ هو طبعا كانت مفاجاه لي انا طبعا، ولازم ابتدي كلامي بقول ان الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الاستاذي واستاذ الاجيال الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش، طبعا رمز من رموز النادي الاهلي طبعاً. وهو اللي اكتشف فيا وقال الكلمه دي وكان دايما يكررها: موهبه التدريب. لان انا لما يعني في اصابه كانت جامده جدا في سن صغير طبعا، وكنت انا وقتها قبل كليه التربيه الرياضيه كليه الشرطه. يعني في ناس كتير ما يعرفوش ان انا دخلت كليه الشرطه برضو بسبب ان لاعب كره قدم، وكنت مشهور بقى وقتها في السعديه الثانويه يعني. مصنع الابطال السعديه دي كانت زمان. ايوه. وانا بقى كنت زميل الله يرحمه الكابتن طارق سليم. يعني احنا كنا دفعه واحده، كابتن صالح اخ اكبر لينا كمان يعني. ايوه. فتزاملت مع الكابتن طارق وفي المدرسه السعديه ومنتخب المدارس، وعند دخلت كليه الشرطه. في اثناء بقى كليه الشرطه فوجئت برضو ان كانت مفاجاه حلوه ان الاستاذ عبد الصالح الوحش مدرس تربيه بدنيه في كليه الشرطه. ومدرب الفريق طبعا. أيوة. وقال لي انا بشوفك في مباريات كان زمان مباريات المدارس زي الانديه دلوقتي يعني، وان شاء الله يعني تبقى لعيب كويس وتتخرج تبقى ضابط كويس والحاجات دي. فانا الحقيقه يعني قعدت سنتين انا في كليه الشرطه بس. فالاصابه جت لي في مباراه وديه بين كليه الشرطه ونادي دمنهور. والإصابة جت لي من زميل ليا يعني زي ما مش من الفريق اللي بيلعب قدامكم، مش يعني المنافس. نيران صديقة زي ما بيقول. نيران صديقة أنا كتبتها مرة نيران صديقة، وهو وصل لواء وبقى مساعد مدير وزير الداخلية اللي عورني يعني، بدل ما شوت الكرة شات ركبتي. حصل لي إغماء وبتاع، ويعني إغمى عليا يوميا من الضربة يعني. المهم رجعنا القاهرة، الدكتور كان دكتور واحد اشهر دكتور في مصر
الدكتور عبد الحي الشرقاوي، كان هو متخصص يعني في العظام فقال لي لازم ترتاح شهر كامل في مستشفى الكلية وما تشتركش أي اشتراك لا في تدريب عسكري أو كرة قدم. طبعا أنا في الوقت ده حسيت كده إن يعني حياتي كلاعب هتنتهي. الإصابة دي انهت مشوارك بالظبط.